عندنا دابا تقريبا 90% ديال الدجاج كله تيدوز على ريشات، وراك عارف المشاكل ديالها. وحنا على صعيد تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم خصنا هادشي ما يبقاش، ولهذا البرنامج ديال وزارة الفلاحة ديال الجيل الأخضر اللي تمضى في المعرض ديال مكناس مؤخرا كيشير على بأن من هنا 2030 تيخص 90% ديال الدواجن كلها تدوز على المجازر. حنا درنا واحد الوحدة نموذجية في المركز اللي عندنا في الدار البيضاء اللي ما كتطلبش شي حاجة كثيرة، ولكن الناس ما كيعرفوش. إذن كندورو في الأقاليم باش نحسوا الناس بهذا المشروع هذا باش ينجزوه، هادشي اللي كنتمناه ويكونوا كثار في المغرب وخصوصا في هذه المناطق ديال الشمال اللي معروفة بالسياحة. وهذا بالنسبة للإنجاز كاين مواكبة من طرف الفيدرالية البهنية لقطاع الدواجن، ورحنا معنا مكتب الدراسات اللي كيتكلم جميع الدراسات التقنية مجانا من التصاميم ديال البلانات حتى كل شيء يعني. وكيبقى داك المكتب مع الإعانة ديال الفيدرالية كنتابعوا حامل المشروع حتى كياخذ الرخص ديالو. هذه الأولى. ثانية، بغينا نخبروا الناس بأن الدولة كتدعم 30% في المشروع بما فيه شراء ديال الأرض، أرض البناء والتجهيزات. وحنا بغينا نبينوا للناس اشنو هو الهدف ديال هذا الشيء هذا باش يتحيد من العشوائيه، باش نزيدوا نكونوا منظمين بمجازر ديال الدواجن، او بيكون غرار على غرار المجازر الكبرى ولكن ذو كميه منخفضه باش يعطي واحد المنتوج سليم للمستهلك. وهنا المشكل اللي تيكون عند الناس اللي ما تيبغيش يتخارطوا معنا في هذا سميتو، وهو الترصانه القانونيه اللي كاينه لتتزير الناس باش يعطيوا جميع الامور المتعلقه بالمجازر. وهنا لافيزا الفيدرالية المهنية للدواجن في المغرب خدت على عاتقها باش تعاون بما فيه الامكان هاد الناس باش نديروا لي زاغريمون لي دوسي اللي غنتحط في لونسا، ويكون عنده واحد المكان مخصص في منطقه صناعيه، وحنا غادي نسيروهم من البدايه حتى النهايه ديال المشروع. هاد القطاع الغير المهيكل دخلوا على القطاع اللي هو مهيكل واللي منظم واللي مرخص من طرف فرنسا. وعندك واحد الحل الوحيد كما في الدول كامله هو بانه خص يجعل المجازر. كاينين المجازر العصريه الصناعيه الكبيره موجوده، الفيدرالية دابا كتبغي تساعد على المجازر القليلة، المجازر الكبيرة كتبيع حتى 6000 فروج ولا دجاجة في الساعة، هاد الصوار كيذبحوا من 300 حتى 500 صوار، والتكلفة ديال الاستثمار صغيرة، ولكن حتى هما تحت القانون ديال لونسا مثلهم مثل المجازر الكبيرة، وكياخذوا لي زاغريمون ديال لونسا حتى هما وكيكونوا معتمدين وكيكونوا يعني داخلين القانون ديال الذبح واستعمال الدواجن. هذا هو اللي بغاو يهضروا عليه. والريشات ماشي غادي ينسى، ماشي ما غاديش يبقى ولا شي حاجه. كاين اللي ما كيسمى وحدات الذبح، وحدات القرب للذبح اللي هما عندهم معايير ديال النظافه والسلامه الصحيه، ولكن وعندهم ديزوتوريزاسيون، ولكن كيبقاو صغار وما يمكنش يبيعوا الا الناس اللي كيجيو كيديو لديرهم، ما يمكنش يبيعوا في التجاره، ما يمكنش يبيعوا للفنادق ولا للروتيسري ولا شي حاجه. وبالخصوص هاد نقط البيع اللي هما الريشات اليوم هما دائما نقط البيع. هاد المجازر حتى الا كاينه راه غادي خصها نقط البيع، وبالتالي دوك الريشات غادي تحول من بعد نقط البيع للدجاج، بيع الدجاج اللي هو مراقب من طرف لونسا، واللي وكتكون عنده ديك الساعه الرخصه ديالو ديال ديك نقطه البيع اللي يخليها لولادو، وتكون شي حاجه ما كاينش شي واحد اللي غادي يجي غدا ولا بعد غدا وحايده ليه. في المشروع 2020 كاين واحد الهدف وصلنا ليه الحمد لله، باش وصلنا 2020 في كيف تقليديه ويهيمنوا عليها سوق الدواجن الحيه، بحيث ان هناك عدم تدقيق قانون. ندعو الاخوان على انك تروح الدوله المشتركه الصغيره عن موقعها بين وزاره الفلاحه ووزاره الداخليه.